عباقرة المدارس ومباراة في دور ال 32 الموسم السادس، والنتيجة المنارة الخاصة بالإسماعيلية 100، الشيخ زايد 30. والشيخ زايد عندهم تغييرين، زياد محمد مكان محمد تامر رجع، وعمر محمد مكان كريم صفوت رجع. بصوا بقى، انتوا في موقف صعب ومحتاجين النقط اللي جاية، غير كده المباراة هتبقى طارت منكم تماما. ودلوقتي مع الفقرة الصعبة، فقرة 25 نقطة وضربات الجزاء. ضربات جزاء، مدرسة واحدة بس هي اللي بتاخد ال 25 نقطة، وأول اتنين معايا زياد محمد ومحمد حسن. اتفضلوا زياد محمد ومحمد حسن، وهدف أول. قلم ورقة أهو، وقلم ورقة، على أساس إن إحنا جايين لنا قدرات ذهنية. أنت عايز إيه؟ قدرات ذهنية ولا إيه؟ أنت عايز قدرات ذهنية. وأنت محمد؟ علوم. علوم، علوم وقدرات ذهنية. طيب إحنا هنخلط الورق، أنا مش عارف عندنا إيه الحقيقة، ما ببقاش عارف، هنشوف. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 10 × 100 × 10,000 يساوي كام؟ إجابتك؟ 10 مليون. 10 مليون. خدت ثانية، استعجلت يا زياد. 10 مليون. محمد حسن عندك إجابة تانية؟ خمن. خمن، هتحل. لا، زياد. الهدف الأول، برافو عليك، برافو عليك. ثانية واحدة، برافو عليك سفيان، اتفضل. هدف بلا مقابل، زياد خطف البازر بعد ثانية في سؤال قدرات ذهنية مش صعب ومش سهل، كان محتاج تركيز. دلوقتي الهدف الثاني يا زياد، يا الهدف الأول يا سفيان، وتتعادل. عايز تصير في ايه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية أو مش يطلع سؤالين ورا بعض قدرات ذهنية صعب أو مش، بس هنشوف ممكن ليه. لا، فنون. والسؤال هو: ثنائي سينمائي شهير قدم معا عددا من الأفلام، آخرها فيلم عفريت مراتي، فمن هما؟ شادية وصلاح ذو الفقار. شادية وصلاح ذو الفقار، الهدف الأول. شادية وصلاح ذو الفقار طبعا، هدف مقابل هدف، بسنت وصلت، وهدف مقابل هدف. موقف ما بقاش سهل يا بسنت. سفيان ما بيهزرش. بسنت عايز تسلي فيه؟ فنون. فنون تاني او قدرات ذهنيه مش عارف، حيبان. جغرافيا. والسؤال هو: في اي قاره تقع جمهوريه الراس الاخضر؟ قاره ايه؟ اسيا. اسيا، إجابة خاطئة. أفريقيا. الرأس الأخضر في أفريقيا. بسنت، الهدف الثاني. فعلاً الرأس الأخضر، جمهورية الرأس الأخضر في أفريقيا، هدفين مقابل هدف. مريم طارق وصلت. ازيك يا مريم؟ تمام. هدفين مقابل هدف، موقف قريب. مريم عايز تسأل فيه؟ يعني اغلب حاجه جغرافيا. هنشوف السؤال اللي جاي موضوعه ايه. علوم. والسؤال هو: ما هو الاسم الثاني لمرض المصران الاعور؟ الزايده الدوديه. الزايدة الدودية يا بسنت. الهدف الثالث. برافو يا بسنت، الزايدة الدودية هي الإجابة الصحيحة.
روح رياضية، روح رياضية. يا الهدف الرابع يا الهدف الثاني. هنشوف السؤال اللي جاي موضوعه ايه. تاريخ، والسؤال هو في أي عام انتهت الحرب العالمية الأولى؟ 1918. 1918. وخدتي ثانية واحدة. والهدف الرابع. 4 أهداف مقابل هدف. حاجة غريبة جدا. الشيخ زايد 4 أهداف مقابل هدف. بس أنت حرصت كم هدف؟ 3. هاتريك. بس أنت عادل هاتريك 3 أهداف. وكده النتيجة 55. الشيخ زايد 100. المنار الخاص. أنا تخيلت الماتش اتحسم وخلص. احنا لحد دلوقتي مبسوطين من ادائنا وبنطمن كل المذكور يعلى عنهم وان شاء الله واثقين في الفوز. احنا في موقف صعب ومدرسه المنار بتبعد من السكور وبتهرب، ممكن الماتش يروح مننا، بس ان شاء الله عندنا امل كبير في ربنا. شيخ زايد ما كانوش مركزين. مش متوقع خالص ان انا اجيب 3 أهداف. اللي حصل في ضربات الجزاء يقول ان الشيخ زايد عندهم القدره ان هم يرجعوا تاني في المباراه. هنشوف عجلة الحظ هتعمل معانا ايه. المباراة لسه ما خلصتش، لان احنا عندنا فقرة صعبة جدا بتغير نتيجة ماتشات كتيرة. فقرة اسمها ايه يا بسنت؟ عجلة الحظ. بالظبط كده، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة، سؤال بعشرين نقطة، غير لو المدرسة اختارت الجوكر، الجوكر ساعتها بيبقى بتلاتين نقطة. أول حد أحمد حمادة، اتفضل يا أحمد من مدرسة المنار، علشان مدرسة المنار هي اللي جاوبت على سؤال السرعة بإجابة صحيحة. لفة كاملة يا أحمد. شكرا يا أحمد. سؤال في الأدب، سؤال في الأدب بعشرين نقطة أو بتلاتين نقطة؟ 20 نقطة. تمام. أدب، والسؤال هو من هو مؤلف مسرحية الفرافير؟ مسرحية قديمة ومهمة جدا. 7 ثواني. ثانيتين. ثانية. إجابتك يا سفيان. فؤاد المهندس. مؤلف. ممكن يكون كاتبها وعملها. ممكن يكون كاتبها. ممكن. ممكن. ممكن لا. أكيد. سفيان. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. زياد. يحيى حقي. يحيى حقي بعشرين نقطة. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة يوسف إدريس. ما كانش سؤال سهل. دلوقتي منا طلاب، اتفضلي من الشيخ زايد، هنشوف منا هتجيب سؤال موضوعه ايه. يلا يا منا، لفه كامله. شكرا يا منا، اتفضلي يا منا. قدرات ذهنيه. تمام. قدرات ذهنيه. سؤال ب20 نقطه ب30 نقطه؟ 30. 30 نقطه. دوس على البازل. سؤال ب30 نقطة، ال 30 نقطة دول بقوا مهمين جدا. جاهزين؟ جاهزين. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية. 5 × 20 + 5 × 10 + 5 × 5 يساوي كام؟ 5 × 20 + 5 × 10 + 5. زياد إجابتك. 25. 25 ب30 نقطة. إجابة صحيحة. برافو عليك يا زياد.
25 الإجابة الصحيحة الشيخ زايد، رجعوا في المباراة تاني. 85 الشيخ زايد، المنارة الخاصة 100. سبعة اتفضلي. السؤال الثاني، السؤال الثاني سبعة، اتفضلي يا سبعة. المباراة بقت غريبة جدا. جوكر، جوكر اتفضلي، عملتي اللي عليكي. تمام. سبا عايزه تتسألوا في ايه؟ علوم. علوم، اخترتوا العلوم. لو جوكر ب 30 نقطة تدوسوا على البازر. 20 نقطة. تمام. طبعا لو جاوبتوا على السؤال ده بإجابة صحيحة اتحسبت المباراة وتأهلتوا لدور ال 16. لو ما جاوبتوش الشيخ زايد هيبقى عندهم فرصة يجاوبوا. تمام؟ علوم. والسؤال هو، ما هو علم الراديولوجي؟ ما هو علم الراديولوجي؟ سفيان، علم الإشاعات. سفيان، اتفقتوا مع بعض؟ اتفقنا، يعني محدش هيزعل لو اللي جاب غلط. سفيان، علم الأشعة بعشرين نقطة، إجابة صحيحة. برافو عليكم، تستحقوا فعلا العشرين نقطة. وبكده المنارة الخاصة الإسماعيلية 120. ألف مبروك، اتأهلتوا، اتأهلتوا لدور ال 16. بس أنا عايز أحيي الشيخ زايد على اللي عملوه في الماتش ده. برافو، برافو، قللتوا الفرق في آخر لحظة. والسؤال ده لو كان طار من هنا، سفيان لسه بعرف حاجة، السؤال ده لو كان طار من عندك كانت الإجابة موجودة اللي أنا سمعتها من هنا. فلو كان طار من هنا كان الشيخ زايد اتقدمت. الحقيقة المدرستين برافو. الشيخ زايد أنا مبسوط إن أنتوا رجعتوا في مباراة تاني، هو ده اللي كان عاممني. ولسه عندكم فرصة إن أنتوا تاخدوا كمان نقط. تمام؟ آخر سؤال دلوقتي لمدرسة الشيخ زايد. سما طلعت، اتفضلي يا سما، هنشوف السؤال الأخير موضوعه إيه. يلا يا سما. تمام، سؤال في الأدب. سؤال في الأدب وأسئلة الأدب ما هياش سهلة. سؤال بعشرين نقطة، آخر سؤال في الحلقة. جاهزين؟ جاهزين. أدب. والسؤال هو، من هو مؤلف كتاب شجرة البؤس؟ مين اللي ألف كتاب شجرة البؤس؟ أربع ثواني. عمر محمد، إجابتك؟ أرسل ميرل، ميلر. يا راجل يا عمر، شجرة البؤس. عمر، إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمد، طه حسين. طه حسين، دكتور طه حسين. بص يا محمد، قبل ما اقولك اجابتك صح ولا غلط، معانا افضل لاعب من مدرسة منار الاسماعيلية سفيان وائل. 50 نقطة، برافو يا سفيان، برافو عليك، لعبت ماتش قوي جدا. ومحمد حسن، دكتور طه حسين، ب20 نقطة، اجابة صحيحة. برافو عليك محمد، قلت لي النتيجة 140 منار الخاصة اسماعيلية، 85 الشيخ زايد.
وبكده يبقى اجمال النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 225 نقطه، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 450 الف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 6,040,000 جنيه من البنك الاهلي للمشاركه في النهوض بالمنظومه التعليميه في مصر. شيخ زايد هارلك رجعتوا تاني في المباراه بس متاخر، واقدر اقول الف مبروك لمنار خاصه الاهلي، اتعرض دور 16 والى اللقاء وحلقه جديده مع العباقره. طبعا فرحانه جدا جدا واحساس عظيم، كان حلم لينا ان شاء الله والحمد لله اتخذنا اول خطوه في الحلم. طبعا متضايق جدا على اللي حصل، احنا قصرنا في حاجات كتير، يعني كان ممكن في اسئله كتير نجاوب فيها بس قدر الله ما شاء فعل. ناس كتير مش على مستواها وانا منهم، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، وكنا متفاجئين من مستوانا، بس ان شاء الله الموسم الجاي هنعمل حاجه احسن. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.